السلام عليكم، راح نشرح محاضرة الهسترومال ابدومينال بين. إن شاء الله ما راح أخليها تطول أكثر من 5 دقائق، لأن هي يعني هو أكون ملف نزلناه، وهذا هم ملف سويته ثاني، هذا يعني مختصر وبيلي يفيدكم باكر يعني، ولازم تعرفونه كأطباء. البقية خريطة يعني أكيد. الابدومينال بين، الهيستوري مال الابدومينال بين هو كلش مهم. أغلب الابدومينال بين هو يتشخص عن طريق الهيستوري، كلش مهم الهستروم على الابدومينال بين. حاليا بالمستشفيات اللي جاي يصير يجي مثلا مريض بطنه توجعه، يقول له تمدد، يعلق له براسيتول يخفف الالم ماله ويدز ابدومينال التراساوند، وهذا انتهت، ماكو بعد يعني. وانت بعد علي من طبيب وهاي، فانت لازم تاخذ هستروم وتتعلم تاخذ هستروم من ابو ابدومينال بين. فاول شيء يعني ايش قد ما تقضي وقت بالابدومينال بين انت ما خسران، لان انت راح توصل للتشخيص وهذا هو المطلوب، وتشتيد اكثر من التشخيص. هسه نيجي على الكاركتر مال الابدومينال بين. اول شيء السايت مال الابدومينال بين، اول شيء قبل لا تلزم بطنه او تفحصها تقول له منين توجعك، خل هو يقول لك، لا تلزم بطنه، لا تقول له منين توجعك، خل هو يقول لك. ثاني شيء الانست مال البين، ممكن سودن او جراجوال. السودن يعني ممكن مثلا يقول لك صار والله بطني يعني قبل 10 دقائق وجعتني وهسه جيت زاد الالم يعني بسرعه، او الجراجوال مثلا يقول لك والله قبل يومين وجعتني شويه وهسه زادت كلش جيت للطوارئ. ثالث شيء البروفيكاتيف اند باليتنج فاكتور، يعني عامل اللي تفاقم الابدومينال بين واللي تخفف الابدومينال بين. شنو مثلا من ذلك يقول لك انا من ناكل يروح الالم او من اتقي او بالعكس. رابع شيء الكواليتي، بالكواليتي مال الابدومينال بين انا ما اريدكم تعرفون، هو هواي بي صفاته هاي، بس لازم تعرفون اكو شيء يعني اشياء بالعمل تفيدكم، البقيه اشياء اكاديميه يعني تفيدكم كنظري، بس هاي لا تفيدكم كعملي. الدول والكوليكي، الدول هو يعني يكون الم مستمر عندك، والكوليكي هو مغص. هسه خلينا نشوف هذا الرسم. المغص شلون يصير المغص؟ المغص هو بي بيز لاين اوف نو بين، يعني اكو لحظات ما توجع، عندك بيز لاين اوف نو بين ما توجعك هنا، فجأة زادت 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 صار لها بيك مال اوف بين، يعني صار بيك اوف بين، انه برجعت نزلت نزلت صار عندك نو بين نو بين، يعني ثواني تستمر نو بين نو بصادت ورجعت نزلت. ركزوا لي على شيء واحد، هو baseline of no pain، انت ما عندك ألم بلحظات معينة، أهم شيء هذا تعرفه. ليش احنا هنا أكدنا أو لا، خلينا نجي نفرق بينها وبين الكونستنت. الكونستنت الألم الكونستنت هو لا دائما يوجعك، عندك بالبيزلاين هو أكو بين، يعني دائما بين دائما بين، بالبيزلاين هو أكو بين. هسه لازم نفرق بين أكو يعني أكو احنا قبل لا نفرق بين الكونستانت والكوليكي. الكوليكي قلنا هو بي بيزلاين اوف نو بين، ما توجعك زادت نو رجعت ما توجعك، زاد الالم نو رجع ما يوجعك، يعني بي بيزلاين اوف نو بين، وبي بيك مع اللويات يعني تصعد عندك اللويات وتقل اصلا يروح. يعني شنو الكوليكي على شنو يعني شنو يطي ايحاء؟ يطي ايحاء يعني اكو ابستراكشن بالجي اي تي. هسه احنا لازم نفرق بعد يعني بين الكوليكي، اكو بعد اكو اثنين يسمونهن بايلاري كوليك والرينال كوليك. شنو فرقهن عن الكوليكي؟ هسه هذا اللي وصفناه. البايلاري كوليك اللي هو يصير بالاكيوت كوليسيستايتس، والرينال كوليك يصير بحالة الستون. شنو فرقهن عن الكوليك العادة هسه هذا اللي وصفناه؟ هو اكو ألم بالبيزلاين، اكو ألم بالبيزلاين، وهذا الكوليك مال اللي قلنا عليه مال الرينال والبايلاري. احنا مو قلنا بالكوليك العادي ماكو ألم بالبيزلاين؟ لا، بهذا الكوليك البايلاري كوليكس والرينال كوليك اكو ألم بالبيزلاين، بس شو يصير بيه؟ راح يزداد، يعني يصير بيه اكسترا زيرفيشن، يعني يصير بيه تضخم، يعني هو اكو ألم بالاساس، بس من يصير بيه تضخم يحس كأنما هو بالاصل ماكو ألم، بس انه طلع على ألم، لا هو بالاصل اكو ألم بالبيزلاين، بس زاد صار بيه تضخم. يعني هذا الفرق بين
بين البيلاري كوليك، يعني هنا البيلاري والرينال كوليك يعني فرقهم عن الكوليك العادي. الكوليك العادي قلنا بالبيزلاين ماكو ألم، والبيلاري والرينال يكون هو اكو ألم بالبيزلاين بس يزداد، يعني يصير بيه اكزازيرفيشن يعني يصير بيه تضخم، لذلك هو مو كوليك يعني ما يعتبر كوليك، بس هم يعني هذا فد شيء اكاديمي يعني يفيدكم. هسه نفرق الكوليك عن الكونستانت، الألم الكونستانت المستمر يعني الموجود بصورة مستمرة، هذا البيز لاين بي ألم اكو ألم مستمر، ألم عندك يعني لا يصعد ولا ينزل، هو اكو ألم عندك يعني حال القنة مال، ممكن يصعد ممكن يعني ينزل بس هو اكو ألم، يعني نقدر نقول هو نفس مال الرينال والبيلاري، اكو ألم مستمر. هسه ان شاء الله وضحت، بس هسه نقول الكوليكي المغص بيا حالات يصير بحاله الابدومينال يعني او الجي اي تي اوبستراكشن، والكونستانت الالم المستمر 24 ساعه بيا حاله يصير بحالات الانفلاميشن، ممكن كوليسيستايتس، ممكن ابندسايتس، ممكن اسكيميا، ممكن فراكشن، ممكن نيوبلاستيك انفلتريشن، يعني اي شيء بايتس بالاخير هو انفلاميشن، هذا الكونستانت، والكوليكي راح يصير بحاله الابستراكشن. ان شاء الله وضحت هاي. و سيمتوم اسوشيتد لا راديشن، هو الخامس شيء راديشن قلنا، الراديشن ممكن الالم يصير بيه راديشن للباك ممكن للشولدر. هسه عندك السيمتوم مال السيمتوم اسوشيتد وذ بين، هاي يعني السيمتوم اللي تطلع بالجي اي تي ديزيز مثل فيفر، فوميتينج، دياريا، ويعني الى اخره. اكو فد شيء لازم السيمتوم اسوشيتد وذ بين، اكو شيء خاصه احنا كميل يعني ممكن اكو اشياء ننساها، مثلا تجيك مثلا فيميل بطنها توجعها، لازم تسالها على الميسترال سايكل، هي او الدوره الشهريه ما اعرف الفظها، اي الدوره الشهريه لازم تسالها عنها، مثلا تسالها شو يا يوم، او حتى تعرف خافيه مثلا ما تدري، او حتى تذكرها، او حتى تتواصل في التشخيص، يعني ممكن هو يمكن هاي هذا الالم ناتج عن الانسلاخات اللي تصير بجدار الرحم اثناء المينسترال سايكل، او تساله مثلا اكو نيو سبوت اوف بلود، اي وقلت لكم يا يوم مثلا يسالون، هاي شيء لازم ما ننساه كميال يعني، او حتى لو يصير بها حراج ايش تسوي حتى توصل للتشخيص، يعني ما بيها شيء، لان احنا لازم نسال على شيء ممكن عندها امراض، يعني حتى لو مو يعني احتمال عندها امراض يعني بالجهاز التناسلي. هسه عندك السابع شيء التايم مال البين، ممكن يستمر ساعات او اسابيع، وقلنا كونستانت اور انترميتنت يعني يكون مستمر او متقطع، ايش هيك كلاوات يعني. هسه السايت مال البين، هو احنا قلنا البطن راح نقسمها الى 9 اقسام ماخذينها بالثاني بالكرسي الثاني، قبل لا تطخ انا ايش قلت لكم، قبل لا تطخ ولا تقل، قبل لا تلزم بطنه هنا يوجعك هاي كلاوات بطلها، بس تقول انت ومنين توجعك خل هو يقول لك. احنا قلنا البطن نقسمها الى 9 اقسام، اول شيء هاي الخطين الميد كلافيكولار لاين، وعندك خط هنا يمر بالإليك كريست، عندك هذا الخط صاير اسمه ترانس بايلوريك بلين، صاير بالميدوي between the سوبرا بيوبك وال عايش يسمونها العظمة نسيتها، والزافاسترنوم مال الاسترنوم، اي راح تتقسم الى 9 اقسام ماخذينها، مثلا هاي كل قسم راح يوحينا الشيء. هسه راح اخليكم صوره من الاب تو ديت يعني كل قسم وشنو الالم ماله، بس هسه احنا يعني هسه ما نحتاج هاي شيء، بس يعني اللي يحب يطلع عليها.
الكوزز مال الابدومينال بين، اي قلت لكم كل قسم راح يوحي شيء، مثلا اذا بالرايت ابر كوادرنت ممكن هيبيتايتس عنده، ممكن كوليسيستايتس، يعني ممكن بايلاري كوليك، ممكن بنكرياتايتس، اي الرايت لور ابنديتايتس، اي الابيغاستريك. ها اهم نقطه، اهم نقطه قبل لا انساها، بالابيغاستريك very important، يعني an epigastric pain in the elderly، يعني in the elderly patient، يعني الناس الكبار اللي يجونك عندهم epigastric pain، يعني بهاي المنطقة بالابيغاستريك، انت لازم شو تسوي؟ اذا جاك مريض عنده ألم بالابيغاستريك لازم شو تسوي؟ يعني رسن الدزة الاي سي جي، لان هذا ممكن يعطيك حا هذا عنده ام اي مايوكارديال انفراكشن، لان يعني اكثر شيء لاحظنا الاطباء هو هالشيء، هو يجيك بطنه توجع بالابيغاستريك ريجن، انت عبالك يعني بس انت تعطي امبرازولا او شيء، عبالك يعني صاير عنده ارتجاع او شيء، لا دز اي سي جي وخلاص من هالشيء، خاصه بالابيغاستريك، لان هالشيء ممكن يوحي الى مايوكارديال انفراكشن، والبقيه بعدين ناخذها. الكاركتر مال البين قلنا كونستنت والكوليكي، يعني واضحة سهلة، نفس ما ذكرناها مال الكواليتي ماكو فرق عنها، المهم انت تعرف اكو كونستنت بين واكو كوليكي بين. مغص وألم مستمر قلنا صاير عندنا مال البيز لاين، خلينا نجيبها هنا هاي الصورة، بيز لاين اوف نو بين هذا بالكوليكي، وصير عندك بيك مال بين، وهاي ذكرناها مال بيلاري والرينال كوليك، هي اسمها كوليك بس هي بيها بالبيز لاين اكو بين، ويصير بيها اكزازيرفيشن، يعني يصير بيها تضخم، وهاي خلصت المحاضرة، وان شاء الله قدرت افيدكم بشيء لا اعرفه، يعني بالتوفيق ان شاء الله.